بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، عود طيب كريم مبارك إلى دستور الأرض والسماء والمعجزة البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة التي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حسن عبد العليم سليمان قارئ القرآن الكريم والمقيم بحلواص البلد. نسأل الله عز وجل له بالتجلي والتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. الله لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي لا إكراه في لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله
قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة قال انفصام لها والله سميع والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق
أنت الذي مرى على قريتي وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها الله 100 عام ثم بعث قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى بعد موتها فأماته الله فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
قال بل لبست 100 عام قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى وإذ قال إبراهيم
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. استمعتم أيها الأخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حسن عبد العليم سليمان قارئ القرآن الكريم والمقيم بحلواص البلد. كان معكم وتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية الحديثة تطلب وتوجد بمخازن الحاج فتح سويلة بشوشاي بالاشتراك مع المعرض الفني للفراشة الكبرى تطلب وتوجد بمخازن الحاج عباس احمد شرف بمركز مدينة اشمون. يا سيد تقبل الله عزاكم وشكر الله سعيكم جميعا.